شكرا سيد النائب المحترم. مناسبة عيد الأضحى المبارك كل سنة تعرف ارتفاع مهم في تنقلات المواطنين بين المدن وإقبال مكتف استثنائي على مختلف وسائل النقل الجماعي وخاصة النقل الطرقي. في هذا المجال تتعمل الوزارة في إطار مقاربة استباقية باش توفر وسائل النقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية، وبهدف ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين تيتم إخضاع الحافلات التي ترخص لها بهدف تقوية العرض إلى مراقبة الحالة الميكانيكية من طرف المصالح المختصة. موازنة مع ذلك تيتم تعزيز وتشديد عملية المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين ما بين المدن من طرف جميع الأجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية. ومن أجل معالجة طلبات الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد والمواسم وضعت الوزارة مسطرة مبسطة باش نمنحوا هذا الرخص. والإشارة فقد بلغ عدد الرخص الاستثنائية المنوحة خلال عيد الفطر المنصرم حوالي 1400 رحلة مقابل 900 تقريبا اللي كانت منوحة بالنسبة للمناسبة في سنة 23، أي بزيادة تفوق 50%. ما بخصوص إجراءات المتخذة باش نتفاديوا المشاكل ديال ارتفاع الأسعار، لابد من الإشارة إلى أن متوسط الأثمنة المتداولة خلال العيد ما تتعداش الثمن الأقصى المحدد بالقرار الوزاري اللي تيرجع إلى سنة 1996. ومن أجل التصدي للتجاوزات الاستثنائية المتعلقة بعدم احترام الأسعار تيتم تعزيز عمل لجان مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية. وشكراً.